في المؤسسات الناشئة، يعني مثلا كيف نستفيد من الذكاء الاصطناعي في توليد الأفكار، في البحث عن الأفكار الجديدة، كيف نستفيد من الذكاء الاصطناعي في البراندين أو في بناء العلامة التجارية للمؤسسة بعد إيجاد الفكرة، بعد ذلك كيف نستفيد منه في إعداد البيزنس بلان، البي ام سي، البيزنس موديل كانفاس، أيضا البيتش ديك، يعني اللي هو البرزنتيشن تاع المؤسسة، وكيف بعد ذلك كيف نستعمل AI الارتفيشال انتليجنس في السوشيال ميديا، في الكونتنت، في الكونتنت المتعلق ب كونتنت متعلق بمؤسستي والخدمة او المنتوج الذي اقدمه. طيب الان راح نكلمكم على بعض المواقع اللي ممكن نستعملها ونستفيد منها في هذا الغرض.